السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. يعني جادنا وين الهدف، يعني أكلي واش يعني أمام برشلون يثير جنون الجماهير الجزائرية. يعني وين شتنا الناس يقول لك لعاب فرنسي، صح مازال ما شنا والو بلي لعاب غادي يلعب مع الجزائر، بصح على واحد الاعلام واحد بريكولير اللي حاطين مؤخره تاعهم وراء البحر، قال لك اللاعب الفرنسي صاحب الاصول الجزائريه، او قول صاحب الاصول الجزائريه، على تجيك فيها لاعب فرنسي. هذاك مسيلمه الكذاب في باجا داير فيها امراه، وهذاك بوكلبه هذاك دايرين النساء، كاين لي باج تاعهم تاع النساء باش يكون على بالكم، داير لاعب فرنسي عليه. خاطش هادو ماشي باغيين كيما ذاك مسيلمة كذاب، ماذا به هذا ما يجيش. خاطش قال لكم أقسم لكم بالله العلي العظيم ما يزيد يجي واحد مستوى، ولو كان نجيبو اللعابة قال لك لا هذا مستوى ثاني. نساو بلي فيكتور لكحل، نساو هاد الخطرة جاب زرقان، نسيتو زرقان، زرقان اسمو زرقان زرقان زرقاني زرقاني اسمو زرقاني، باغي تعقلو أنا اللي جابه هو إنجليزي، تعقلو عليها متعقلوش. علي مغنيس أكلي واش فريق يعني وين نقولو قادة اللعاب صاحب الأصول الجزائرية، أكلي واش فريقه موناكو لتحقيق فوز باهر على حساب برشلونة بنتيجة هدفين لهدف لحساب الجولة الأولى من مسابقة دور أبطال أوروبا 2024-2025. وقدم اللعاب الصاعد صاحب 22 عام مستوى كبير أمام نجوم البارسا، ونجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه بطريقة رائعة، يعني بعدما تسلم تمريرة في جهة اليمنى قبل أن يروضها ببراعة، ثم يتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ يعني وبقذيفة صاروخية يسكن بعدها الكرة في الزاوية القريبة، تارك الحارس أندريا مارك يعني في مكانه، يعني خلعه قاعد يشوف فيها سبحان الله. قاعد يشوف فيها دار هذا، قاعد يشوف فيها ما صار ما شي غادي يقدر خرج عليه تريبلا، يعني بطريقة ذكية، طريقة تاع لاعب كبير وقاعد يدير صح. وألهب يعني وألهب الهدف أكلي واش حماس الجماهير الجزائرية بالنظر إلى أصوله التي تعود إلى هذا البلد من جانب والديه، خاصة وأن وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن في عديد المرات عن احتمال تمثيله للمنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة، رغم أنه يمثل منتخب فرنسا تحت 23 عام، وسبق وأن لعب لمنتخباتها الشبانية منذ 2021. وكتبت يعني على منصة إكس عن هدف أكلي واش يعني في مرمى برشلونة، روغ سدد سجل، هذا هو الساحر، هذه هي بداية قصة فقط، تنتظرنا قصة رائعة سوف يعني يرويها لنا الساحر مغنيس أكلي واش مع المنتخب الوطني إن شاء الله. وكتب مغرد ثاني تعليق على هدف النجم منتخب الفرنسي الأولمبي أكلي واش، والهدف الأول تيري يعني شاهد ما شافش، شاهد ما شافش حاجة. وقالت يعني المغردة أخرى، اللاعب قدم يعني قادم للمنتخب الجزائري ابن الجزائر مغنيش أكلي واش، إن شاء الله يا ربي ماذا بنا لعاب كما لا يكون معنا ماذا بنا. يعني وبرز أكلي واش برفقة موناكو منذ الموسم الماضي عندما أتيحت له الفرصة للعب مع الفريق الأول بعمر 19 عام، حيث قدم مستويات كبيرة بالبطولة الدوري الفرنسي قبل أن ينجح في تثبيت أقدامه في تشكيلة فريق الإمارات، بعدما يعني بوقت قصير ليصبح في بداية هذا الموسم لاعب مهم في مخطط المدرب النمساوي. يعني ويعد اللاعب الشاب من أبرز المواهب الصاعدة في مسابقة الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، ما جعل الجماهير الجزائرية تطلب باستقدامه سريعا إلى المنتخب الجزائري الأول حتى لا يضيع يعني لمصلحة المنتخب الفرنسي الذي لا يتوانى في استدعاء أبرز لاعبين متألقين. وتنتظر الجماهير الجزائرية تحرك الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل التواصل مع مغنيس ومحاولة إقناعه باللعب للمنتخب بلاده الأصلي خلال الفترة المقبلة،
إلا أن المنافسة ستكون شرسة مع الاتحاد الفرنسي من دون شك. يعني هذا اللاعب كان عنده 18 عام وقيلة ولا ما شحال، وين محسن نهدر عليه، كانوا يخرجوا علينا هذوك المقدسين، هذوك يعني كانوا يعبدوا مدرب، كان يقول لك لا، حتى على المدرب شنو قال لهم؟ قال لهم لا ما نجيبهم صغار، قال يقول لك لا ما نجيبهم صغار، خرجوهم لا ما نجيبها صغير، خليه يتعلم في النادي تاعو من هنا. من بعد ضربك شنو يقول لك؟ او ضربك يقول لك يكبر يروح ولا يروح للمنتخب الفرنسي، حنا ما ذهبناكمش، يكون صغير، كنتوا تقولوا لنا خلوه يزيد يتعلم، ولا عنده ولا كبير ايا يروح لفرنسا. ها انت فهموا رواحكم، ها ما ذهبناكمش، ها ما ذهبناكمش، ها فهموا رواحكم اولادي، ها انتم ما استوم ولا يا ها فهموا رواحكم. يعني لاعب كبير هو، أخذ ما خدمة تاع كلابة، خله راقد، والله لا رقدة، والله لم شوف 2023 هدر عليه محسن. والناس كانت تعاير في محسن، وين توصل باللي واحد يغسل الكلاب يعاير واحد اللي يتصل مع والديهم يهضر مع والديهم يتصل بهم ولا يتبعوا في واحد يغسل الكلاب، ولا يقولوا الواعب مو عبد الله عندك الحق، ولا يقولوا محسن مكتشف الحمير. انتوما بالسيف هذو تبان لهم باللي هما راهم ابطال، سيف واحد كيما ذاك ذاك بو كلب ولا تبان لهم باللي كيف ها والله. واحد كيما ذاك مسيلمة كذاب يقول لكم بلي انا صححت الكتاب تاع الرياضيات، هاني ويسيبكم امنين، وصعيب اللي يكذب عليكم واللي اللي تجي في راسو يكذبها، الحزقة اللي تجي في راسو يحزقها، كاين نورمال. سبحان الله، هاكو خرجوا الناس وضغطوا قال لك لا هذا نجيبوه هذا منا، كان غادي بصح دروك او ستهدر. يعني شو قاكي ما هكا قاكي ما هكا، وأفضل لعاب أكتو وين أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا عن رجل المباراة برشلونة وموناكو في بطولة دور أبطال أوروبا، وفاز موناكو على نظير برشلونة ساعة دو أ خلال المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب لويس الثاني، الله عليك، وتوج جورج يعني لعاب موناكو بجائزة رجل المباراة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا، وحصل اللاعب الفرنسي على تقييم 7.2 من 10 في مباراة اليوم بحسب يعني شبكة فوت يعني، وتمكن هذا اللاعب من تسجيل هدف موناكو الثاني في شباك برشلونة بحلول الدقيقة 70 بطريقة رائعة، ونجح اللاعب في تسديد على المرمى برشلونة في مناسبتين، وتمكن من الفوز بصراعات أرضية في مرتين من أصل 5 محاولات. يعني ضوية غالي يا خويا، صعب وانت على مين جا ما في شباب، أرسنال أرسنال كملوا 0-0. هذه بصح من حيث تبداو الشامبيون تاع اليوم باش خسروا، تاع اليوم باش خسروا، بصح خدعاتو تاع البنت الزاوج على بالك، خدعاتو
نقول لك ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.